بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي
علم القرآن
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تكذبان
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
إنس قبلهم ولا
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي أقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي
خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي كذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان
فبأي آلاء
فيهما عينان نضاختان
تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء سنفتح
يسره لكم أيها الثقلان فبأي
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال